النتائج الإيجابية التي ستعكسها زيارتكم إلى المملكة العربية السعودية على المحافظات المحررة؟ أولا أنا سعيد بالعودة مرة ثانية إلى عدن، ومهمتنا كانت دائما وأبدا هو الاهتمام بعدن وأهلها وكل المحافظات المحررة. في الفترة الماضية نحن حاولنا بقدر الإمكان أن نبحث مع الأخ الرئيس والقيادة هناك وأشقائنا مختلف جوانب الحياة في المناطق المحررة، وقد تمكنا خلال لقاءاتنا من الوصول إلى تفاهمات حول ضرورة استتاب الأمن في عدن وتحقيق الاستقرار وحماية الناس من الاعتداءات المتكررة عليهم وعلى ممتلكاتهم. ونأمل إن شاء الله أن تكون الأيام القادمة خيرا لعدن وأهلها والمناطق المحررة.